هدوم الجمهور. احنا مستنيين اللحظة دي من زمان، مش عايزين نخسر. ماتش ده ماتش حياة أو موت. والسؤال هو خطف البازر، الفرصة ما بقتش سهلة. إن شاء الله حلمنا يتحقق النهاردة. الماتش ده كان درس قاسي. اجتهدنا وعملنا اللي علينا، لكن هو توفيق من عند ربنا. إحساس الإحباط كان مسيطر عليا. هو ده برنامج العباقرة، وهم دول الطلبة اللي احنا دايما بندور عليهم. 16 كلية تمريض من 12 محافظة مصرية، وكلهم بيتنافسوا على كأس العباقرة للتمريض. لازم نكسب الماتش ده. بروتين ينتجه الكبد. الهدف الثاني تحت الضغط فرقت جدا. احنا عملنا البرنامج عشان الناس اللي زيك، الناس اللي هتدينا امل في مستقبل بلدنا. العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف، الخميس والجمعة والسبت الساعة 6:30 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.